بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين. وزارة التموين أعلنت عن ضخ 150 طن يومي من اللحوم الطازجة، وده في 1500 منفذ بأسعار مخفضة. طبعا ده بجانب توفير 5000 راس من اللحوم الضاني و5000 راس من الخراف الحية من أجل توفير الأضاحي لكافة المواطنين. كل سنة وكل مشاهدينا طيبين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون العميد محمود السعداني، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك بألف صحة وخير. صباح الخير على حضراتكم، وكل سنة طيبين، وشعب مصر بخير، والأمة الإسلامية كل خير. الشركة شغالة طبعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بنضخ يوميا ما يقرب من 98 طن، بنوصل 140-150 طن من اللحوم الطازجة واللحوم ضاني. عندنا اللحوم سوداني ولحوم من جيبوتي، متوفر في المحجر في توشكا في حدود 10000 راس، وفي سفاجة في حدود 10000 راس أخرى. بنضخ يوميا زي ما قلت لحضرتك 140 طن. الأسعار اللحوم السوداني 285 جنيه للطن، لحوم بلدي طازجة 335 جنيه للطن، لحوم ضاني مجمد جاي من أرجوي ب 335 جنيه، لحوم ضاني طازجة ب 360 جنيه، علاوة على الدواجن المحلي والدواجن المستوردة. احنا بنطمن حضراتكم لحوم جيدة ذات مذاق جيد، لحوم آمنة تماما. لجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية متواجدة في بلاد المنشأ بتكشف على الأبقار قبل شحنها لمصر، وفور وصول أبقار لمصر بيتم الكشف بطارية مرة أخرى عليها للتأكد من سلامتها. يعني احنا نطمن عليها مرتين يا سيد العميد، قبل ما بتوصل لنا وبعد لما بتوصل لنا. وبعد الذبيح بيتم الكشف بطارية على اللحوم مرة أخرى، وبتم شحنها من توشكا ومن سفاجة في عربيات مبردة، بتوصل عندنا المجزر في القاهرة هنا، بيتم إعادة الكشف بطارية مرة أخرى من أطباء الشركة وأطباء من الإدارة المركزية للخدمات البيطرية. احنا مطمن حضراتكم لحوم جيدة بتقل عن أسعار السوق المحلي من 30-40%. زي ما قلت لحضرتك الأسعار اللي هي اللحوم السوداني لو قارناها بالأسعار الموجودة في السوق فعلا بتقل من 30-40%، وده بيهدي الأسعار إلى حد ما في عند القطاع الخاص بنسبة كويسة. طب يا فندم، يعني قصة الأسعار دي هي أهم حاجة، أسعارنا كام وأسعار القطاع الخاص كام، ومدى توفر هذا الأمر يعني، ومدى جودة ده إذا ما قرن بده. أنا عايز زي بقول لحضرتك، إحنا النهاردة لو قارنا الأسعار السوداني عندنا بأسعار القطاع الخاص أو اللحوم البلدي بالقطاع الخاص بالزبط. بالفعل بتقل من 30-40%. زي ما قلت لحضرتك اللحوم السوداني 285 النهاردة بتبقى بتعدي 300-320 جنيه، 350 جنيه. اللحوم البلدي بتعدي ال 360-370 وتعدي 400 جنيه. احنا فعلا اسعار بتقل عن السوق المحلي، وطبعا ده توكل من القياده السياسيه ان احنا الاسعار عندنا تبقى متناول الجميع لتهدئه الاسواق. فين الكلام ده طيب؟ يعني المنافذ 1350 منفذ على مستوى الجمهوريه اللي هي مجمعات استهلاكيه، علاوه على الشوادر في 26 محافظه والسيارات متنقلة. طيب. والأسعار واللحوم متوفرة عندنا يوميا، بنضخ زي ما قلت لحضرتك بنوصل 150 طن في اليوم. في المخزن حاليا أكثر من 10 بردات جاهزين نضخهم نستعوض لأي معرض أو أي منفذ بيحتاج لحوم. لحوم جيدة آمنة تماما زي ما قلت لحضرتك. هل في لحوم مجمدة كمان بيتم توزيعها أو بيتم بيعها في المنافذ ولا بالفعل اللحوم المبردة فقط؟ بالفعل في لحوم مجمدة، لحوم هندي السعر الكيلو 220 جنيه، وده بنضخ متوسط يومي من 40-45 طن كل يوم. عظيم. القطعيات المختلفة حسب كل واحد بيبقى عايزها ازاي، ولا هي محطوطة في باكجينج معين أو في تغليف معين بوزن محدد؟ لا 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 لا، زي ما زي المواطن ما هو عايز بياخد اللي هو عايزه من المنفذ. عظيم عظيم. المواطنين يعني يقدروا يوصلوا لمنافذ حضراتكم ازاي؟ في اهم الميادين، في اهم الاماكن. زي ما قلت لحضرتك المحافظات الجمهوريه بالكامل منتشر فيها 1850 منفذ،
اللي هي المجمعات الاستهلاكيه الخاصه بشركه اسكندريه المجمعات، الشركه العامه، الشركه المصريه، الشركه العامه بتغطي وجه بحري بالكامل، الشركه المصريه بتغطي وجه ابري بالكامل، لو على شركه النيل وشركه اللحوم بتغطي القاهره والجيزه بالكامل. مواعيد فتح المنافذ من الساعه كام لغايه الساعه كام؟ والاجازه الاسبوعيه ولا ما فيش بمناسبه الاعياد؟ لا كل صحة طيبة، شغالين كل يوم حتى الجمعة، ما فيش جمعة أجازات، حتى في العيد شغالين إن شاء الله، واللحوم متوفرة وكميات تغطي كل هذه المنافذ بأمر الله. طيب هي كلها يعني حاجات قد إيه مبشرة وقد إيه يعني مفرحة للناس إنها تعرف إن في أنواع مختلفة في مختلف الفئات السعرية، يعني هتقدر تغطي أكبر عدد ممكن من الأذواق. كل الشكر لحضرتك العميد محمود السعداني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين.